تتجول رغد مع والدتها وإخوتها داخل معرض الشهر الكريم الذي نفذته المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتوفير احتياجات اليمنيين من المواد الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة. ازدحام كبير شهده المعرض الذي عاد فيه القطاع الحكومي لمنافسة القطاع الخاص في بادرة هي الأولى منذ بدء الحرب. جينا المؤسسة عشان نشوف الأسعار ما بين التجار المنافسة واللي خارج. طبعا في منافسة هنا ما بين التجار وما بين الحكومة بأشياء بسيطة، طبعا كلها فارق أسعار يعني ما تزداد عن 100-200. طبعا شيء جيد أنه تحصل مثل هذا المنافسة في مأرب والأول مرة. التنافس داخل سقف واحد في 8 معارض رمضانية بينها مأرب المدينة الأكثر ازدحاما بالنازحين وفر لليمنيين فرصة الاستفادة من شراء متطلبات شهر رمضان بأسعار أقل من السوق المحلية، خصوصا تلك الأصناف التي توفرها المؤسسة الاقتصادية. كل المنافسة الآن وكل التخفيضات الزيادة الذي هي عند المؤسسة الاقتصادية، يعني لمراعاة الظروف الاقتصادية التي مرها البلد. القمح والأرز والسكر والزيت والحليب حرص القطاع الحكومي على توفير كميات كبيرة منها لضمان استمرارية انخفاض أسعارها كمواد أساسية لا غنى عنها في ظل حالة معيشية صعبة يعانيها المواطنون. بالنسبة للمعرض بدأ خير إن شاء الله وفي أسعار مناسبة، ونقص البور نقص المواد الغذائية إن شاء الله أنه بدأ خير وبدأ منافسة حلوة بين التجار، إن شاء الله يكون مبشرة بخير. من معرض مؤقت إلى معارض بيع مباشرة دائمة تؤكد الجهات المعنية سعيها لتوفير المواد الأساسية والتموينية للمواطنين ما يضمن كسر الاحتكار. يأمل المواطنون أن تنعكس المنافسة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في انخفاض أسعار المواد الغذائية والتموينية بشكل أكبر في ظل الظروف المعيشية الراهنة. محمود الحميدي، العربية، مأرب.